قشطة جدا، انا محتاج موتيفيشن، فانا هديك موتيفيشن علشان انا اخد موتيفيشن من موتيفيشن اللي انا اديتهولك، فاحنا الاتنين يبقى عندنا موتيفيشن كده. معاكم أميرة و دورت جاسب، واحنا رجعنا تاني ننزل فيديوهات. طبعا انا اسفة لو في اي دوشة في الباك جراوند هتسمعوها، علشان انا بصور قدام البلكونة النهاردة كده وانا قاعدة، اللي هو طبعا بقالي كتير اوي عايزة ارجع، بقالي كتير اوي عايزة اكمل فيديوهات، فقلت خلاص بقى يلا قومي، فانا مش مجهزة اي حاجة خالص، مش عارفة اتكلم في ايه. لا انا عارفة اتكلم في ايه، بس مش عارفة هقول ايه بالظبط، بس يعني خلينا نجرب، ولو الطريقة دي عجبتكو يعني عرفوني، علشان ممكن نبقى نعملها كتير ويبقى ورد جوسب بجد. هتكلم معاكو عن حاجتين، اول حاجة هتكلم عن الارت بلوك، ويعني ليه بيحصل فينا كده، يعني ليه. تاني حاجة هتكلم عن يعني حياتي بقى بعد التخرج ورحلة البحث عن عمل، وظيفة، whatever. طبعا مش هتكلم بالتفصيل قوي، بس يعني هتكلم ايه هو الارت بلوك. الارت بلوك ده حاجة او حالة بنمر بيها كفنانين، بتخلينا مش عايزين نشتغل، مش عارفين نشتغل، مفيش افكار، مش عارفين ننتج، مش حتى لو في افكار فانت مش عارف تحطها على الورق، مش عارف تنفذها، مش فيش طاقة، مش اي حاجة. فايه المفروض نعمل ايه؟ يعني احنا مرينا بالفترة دي دلوقتي، انا دلوقتي شخصيا بمر بيها، ومش بمر بيها قوي يعني، بس يعني هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يعني؟ من خلال بقى يعني فيديوز قبل كده كنت بتفرج عليها، ومن خلال تجربة شخصية، ممكن يعني نسيب نفسنا للارت بلوك فترة فترة، مش على طول، فترة ما تزيدش عشان ما تطولش، مش عايزة انها تطول، ما ينفعش تطول، تمام؟ بس مثلا انا دلوقتي في فترة ما ينفعش ان انا اسيب نفسي للارت بلوك، ما ينفعش ان انا اللي هو افضل قاعدة وخلاص انا عندي ارت بلوك، انا مكتئبة، انا مش عارف ايه ايه. لا لا، انا مثلا دلوقتي في فترة مينفعش ان انا امر بيها بالارت بلوك، تمام؟ لازم ان انا اشتغل على نفسي علشان اظبط البورتفوليو بتاعي، علشان الاقي شغل، عشان انا لسه متخرجة fresh graduate زي ما بيقولوا، فلازم الاقي شغل، حاجة كتير يعني. المفروض اعمل ايه؟ ما عنديش اي فكرة بصراحة، بس يعني من خلال بقى فيديوز قبل كده وحاجات من دي، يعني قلت ان تمام تمام انا هحاول اعمل حاجة جديدة مثلا في حياتي، قلت هنزل جيم مثلا، ومش جديد قوي يعني، بس اشتغل يعني، هنزل جيم، هنزل يعني اشم هوا كده الصبح بقى، احاول مثلا اغير، مثلا ان انا مثلا كنت بنام طول الليل، لا كنت بنام طول النهار واصحى طول الليل، فطب ما نعكس، طب ما انا طول الليل اصلا مش بشتغل، طول الليل بفضل قاعدة بتفرج على افلام بقى، اي بتنجان، مش بشتغل، خلاص نعكس. صحيان بدري حلو جدا بجد يعني، انا مش بصحى بدري قوي، انا بصحى 8:30، بس انا كمان بحب يعني، كنت بحب الايام اكتر يوم كنت بصحى فيها الساعة 6،
دي بالنسبة لي أحسن كتير، بس ستيل يعني 8.5 مش حلو، مش وحش، مش وحش، حلو جدا كمان ومنطقي بالنسبة للي أنا كنت فيه يعني. فتمام، أديني صحيت بدري، حلو، هقعد أعمل ايه؟ هروق أوضتي، وأتمنى إن ماما ما تعمليش كومنت على الفيديو ده عشان هي مش بتقتنع إن أنا بروق أوضتي، بس أنا بروق أوضتي. هروق أوضتي عشان هي المكان اللي أنا بقعد أشتغل فيه، الديسك اللي أنا هقعد أشتغل عليه أو المكتب أو الترابيزة أو تابر، أفضيها مش هخلي عليها غير الحاجة بس اللي أنا بشتغل عليها، اللي هو اللابتوب والتاب، ولو في بقى يعني أي حاجة تانية هبقى أصور لكم مرة الترابيزة بتاعتي أو يعني مرة ممكن أبقى أعمل تور يعني، ما علينا مش المرة دي بس. وابدأ بقى أشوف أي سكتش، أي بتنجان أقعد أعمله على الفوتوشوب وأشتغل بس. بس مش لاقي حاجة أعملها مثلا، فهعمل ايه؟ هفتح مثلا انستجرام، هفتح بنترست، هفتح ارت ستيشن، هفتح بيهانس، هفتح اي حاجة من المواقع دي، او يعني شوف انت الموقع المفضل بالنسبة لك ايه وافتحه، وشوف انت اكتر حاجة مفيدة بالنسبة لك environment او portraits او character design او ايا كان graphic design، ايا كان المجال اللي انت فيه او ايا كان الحاجة المفضلة بالنسبة لك. حتى لو انت traditional artist برضو شوف يعني الماتيريال مثلا المفضلة بالنسبة لك او اكتر حاجة بتحب ترسمها او كده، ايا كان دور اتفرج، اكيد في حاجة تلفت نظرك في اللي انت بتتفرج فيه من دول عليهم دول whatever. تمام، دلوقتي في حاجة مثلا لفت نظرك، تمام اوكي، ارسمها، سكتش، ابدأ قلدها، اعمل فيها اي حاجة، بس اللي هو ايه، تبقى بتحرك ايدك، علشان انت لو سبت نفسك مش هتنتج حاجة، خصوصا لو انت محتاج تعمل بورتفوليو كويس، لو انت محتاج مزنوق في الوقت او كده، فانت محتاج تشتغل. فتمام خلاص، انا هبدأ اقلد، مع العلم ان مش معنى ان انا بقلد ان انا هسيب الشغل ده ليا، انا بقلد الرسمة الفلانية من الفنان الفلاني، بكتب ده لو هنزل شغلي بكتب ده انا بكتب ده علشان لو ما كتبتش كده انا بسرق افكار شخص تاني، فانا ما ينفعش ان انا اسرق افكار شخص تاني. تمام، دي حاجه. قلت لغايه مرحله معينه حتى وخلاص زهقت ومش قادره اعمل حاجه، مش مشكله، ارمي، ابدا في حاجه جديده، مش قادر خالص مش مشكله، بس المهم ان انت كل يوم تبدا تفتح اي حاجه تعمل فيها اي بتنجان. جات لك فكرة انت مش قادر تعمل فيها اي حاجة ومرهق، اكتبها علشان هتحتاجها في الوقت اللي انت عندك طاقة فيه ان انت تشتغل، اكتبها، ما تسيبهاش، تعملش زيي وتسيبوها يا جماعة، ما تسيبوش افكاركم يا جماعة وتنسوها يعني عشان خانقة. تمام، وان يعني لا بقى بنسى شغلي وبتاع، ولو انا ممكن مثلا اكون مفكر في افكار حلوة جدا بجد، بس لو انا مش قادرة اشتغلها فانا هفتكرها، هحطها في دماغي وهفتكرها، بس جه وقت لما باجي فعلا بكون عايزه اشتغل، لا فيش اي فكره، الفكره اللي كنت عايزه كلها اعملها مش موجوده في البلح، فده مش الطف حاجه يعني. تمام، ممكن نفتح فيديوز برضو على اليوتيوب، في فيديوز ارت حلوه جدا جدا ممكن نبقى نشوفها يعني، تفتح مخينا برضو شوية كده. ممكن نتكلم مع حد فنان عن الفن، هيدينا برضو حماسة شوية ممكن، لا
لو انت ما تعرفش حد مش مشكلة، يعني في جروبس فنانين كتير قوي، في حاجات كتير قوي ممكن تقعد تقراها مثلا او كده. لو انت مش بتحب القراية، في ممكن افلام عن الفنانين زي فريدا كاحلو وبيكاسو كذا حد تاني مش فاكرة مين تاني، في طبعا فان جوخ معمول له كذا فيلم يعني. في ايه تاني مش فاكرة، ما علي يعني. ده بالنسبة للأرت بلوك، يعني لو انت ما تسيبوش نفسكوا، يعني ما يستاهلش ان انتوا تسيبوا نفسكوا، مش حاجة تستاهل ان انتوا تسيبوا نفسكوا ما تشتغلوش لازم، لان يعني انت كفنان انتاجك هو كلمتك، هو الحاجة اللي انت بتعبر بيها عن شخصيتك عن نفسك، فانت لازم 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 دايما تعبر عن نفسك، تقول اللي انت عايز تقوله من خلال فنك. عايزة اقول ان انا دلوقتي محتاجة ان انا اظبط البورتفوليو بتاعي جامد، علشان بدور على شغل، ويعني انا بالنسبة للناس اللي بتقدم معايا في الشغل ولا حاجة، فانا محتاجة اعمل بورتفوليو من الاخر يعني جامد، تنين بقى وبتاعه. فاستأذيني شغالة وفي نفس الوقت برضه بدور على شغل. عايزة اقول ان انت بعد ما بتتخرج، يعني انا كنت بجد بجد كنت يعني غالبا اكتر واحدة في دفعتي فرحانة ان انا هتخرج، لو انا هتخرج انا خلصت كلية الحمد لله، انا هشتغل، انا هبقى اميرة، محدش هيقعد يقول لي اشتغلي كذا، علشان هو ده اللي احنا عايزينه، او علشان الدرجات، او عشان whatever، بسأل نفسي عشان اميرة مش عشان درجات، مش عشان ابقى احسن واحدة في دفعتي، مش عشان اي حاجة، بس ان انا مش احسن حد في دفعتي خالص يعني في البلح، يعني انا دفعتي ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما شاء الله عليهم بجد. فيكس 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 كلية خالص يعني، الحمد لله الحمد لله يا رب اتخرجنا. بس جيت فترة من ساعات ما اتخرجت انا مش لاقي شغل، مثلا حتى الابليكيشن مثلا اللي بقدم فيها او كده بيبقوا طالبين مثلا يعني سكيلز خرافية، مثلا هو انت مفروض artist 2D artist مثلا، فلا انت لازم يبقى معاك skill 3D عشان تشتغل، فلو صباح الفل يعني، ما انا بس عايزة اشتغل في 2D، ليه لازم يبقى عندي 3D skills؟ ليه يعني؟ مش عارفة، انا بجد مش عارفة، ومش عارفة هل انا المفروض مثلا يعني اواكب ما يطلبه السوق ان انا لازم اتعلم 3D للكاركترز بقى والانفايرمنت وكده، ولا ان انا ممكن ان انا التزم بال2D بتاعي ومحتاجش ان انا اتعلم 3D، مش عارفة. بس انا يعني في مرحلة هوصل لها ان لا انا هروح اتعلم 3D، عشان لا انا عايزة اشتغل، فاتمنى ان انا اوصل للمرحلة دي، عشان ساعتها هكون يعني محبطة شوية، 2 3 4 يعني. فمفروض طب نعمل ايه؟ مش عارفة، او مش عارفة، بس لو يعني تمام بحاول اعمل اللي عليا بجد، يعني بحاول اشتغل وبحاول، وبرضو يعني بفضل ادور قشطة عادي جدا، ومش انا لوحدي اكيد اكيد اكيد، دي حالة كل الناس اللي لسه متخرجة، كل الناس اللي خرجوا جديد، وكل الناس اللي اتخرجت اصلا قبل كده برضو اكيد مروا بنفس حالتي. فا يعني ان شاء الله هتعدي، ان شاء الله ان شاء الله قريب، عشان يعني نفسيا هكذا. ولو انت لسه متخرج جديد والدنيا مقفلة في وشك، اعرف بس انت عايز تعمل ايه، وامشي وامشي في السكة دي، شوف انت محتاج ايه وامشي فيها. الشغل بقى جاي ما جاش، اتأخر ما اتأخرش، يعني دي مش بتاعتك.
طب انت بتعمل اللي عليك، فدي مش بتاعتك يا أميرة. برضو الكلام ليا برضو قبل ما يكون ليكو. مش عارفة يعني، انا عارفة الفيديو ده امتى، بس مش كدابة، مش عارفة هي تعرفها اصلا ولا لأ، بس انا كنت حابة اصور فيديو اتكلم بصوت عالي، مش بوست على فيسبوك، ومش يعني بيني وبين نفسي، او مش لا انا عايزة اتكلم معاكو في art gossip. غير ان انا طبعا بقالي فترة كبيرة جدا، اللي هو انا عمالة بفكر انا هرجع art gossip ازاي، مش عارفة. وعندي مشكلة برضو في برامج الفيديو editing، ومش عارفة هعمل edit اصلا الفيديو ده ازاي برضو. يعني لو انتوا بتشوفوا الفيديو دلوقتي، فاعرف ان الدنيا بقت حلوة، وان انا اقدر دلوقتي ان انا انزل فيديوز، وان انا هنزل فيديوز ان شاء الله. و لو عجبكم فكرة ان انا بس بتكلم، مفيش من غير ما ابقى مجهزة حاجة، او من غير ما ابقى مجهزة بوينتس معينة اتكلم فيها او كده، ممكن يعني تعرفوني، سواء بقى في الكومنت او في مسج او شخصيا فيس تو فيس او whatever يعني، بس عرفوني عشان ممكن نعمل حاجات من دي كتير بعد كده. وممكن يعني لايك وشير علشان تدعموني وتدعموا الشانل وتدعموا الفيديوز اللي هنزلها بعد كده ان شاء الله. ولو في اي حد لسه متخرج جديد، لو في اي حد بيمر بفترة الارت بلوك ولازم ان هو يشتغل على نفسه، يعني خلوه يشوف الفيديو. مش عشان حاجة، انا ما قلتش اي حاجة جديدة، ما قلتش حاجة عدلة، انا مش شايفة ان انا قلت اي حاجة ليها اهمية اصلا، بس ممكن يعني تاخد موتيفيشن من واحدة يعني محتاجة الموتيفيشن. اللي هو ايه، بيقولك ان فقد الشيء مثلا لا يعطي، لا فقد الشيء بيعطي عادي جدا. هو قشطة جدا، انا محتاج موتيفيشن، فانا هديك موتيفيشن علشان انا اخد موتيفيشن من الموتيفيشن اللي انا اديتهولك. فاحنا الاتنين يبقى عندنا موتيفيشن كده ونشجع بعض بقى. ما علينا يا جماعه، ما علينا. لو انت استفدت حاجه من الفيديو، ممكن على فيسبوك نعمل هاشتاج ارت جوسب وتقولوا لي رايكم مثلا عليه. لو انتوا مش عارفين توصلوا لي تحطوا بوست بابليك بهاشتاج ارت جوسب، او ان انتوا لو عملتوا شغل يعني بعد الفيديو ده، يعني ان انت تحمس ان انت تعمل شغل، نزل الشغل اللي انت عملته بابليك وبالهاشتاج، وانا ان شاء الله لو شفتوه هعمله شير. بس ولو انتوا يعني بتتفرجوا لسه عليا جديد، مش مشتركين في القناة، ممكن تعملوا سبسكرايب او اشتراك او whatever اللغة بتاعتك. بس ودعولي بقى، دعولي كتير يعني. بس شكرا، سلام.